تعالى بقى نروح لسفاجة. أهالينا في سفاجة بالتأكيد زي أهالينا في حتت كتير عندهم طموحات، عندهم أحلام. ناس لسنين طويلة كانت تحلم زي ما تحلم، ولا حياة لمن تنادي، على عبد الفتاح الأسري، ولا حماة لمن تنادي. أو والله العظيم ولا حد حاسس بحد، مش مهم، جو خليهم يتسلوا. ده مهم حلم أهالي سفاجة بدخول الغاز. حلم أهالي سفاجة يبقى إن في عمارات إسكان اجتماعي، فيدخل الغاز وتتبني 15 عمارة إسكان اجتماعي. طب ده كان في مشكلة في المية فتتحل مشكلة المية. خلونا ناخد معانا على تليفون سيادة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. مساء النور. كل سنة وحضرتك وأهالي محافظة البحر الأحمر طيبين، وحضرتك بألف صحة وخير وسلامة، والشعب المصري كله طيب بمناسبة طبعا أعياد الشرطة. يعني طبعا كل سنة وكل شرطتنا طيبة بمناسبة العيد السبعين للشرطة المصرية. سيادة اللواء، دايما دايما كل ما نيجي نكلم حضرتك بيبقى فيه شيء جديد وكبير وحلو. الحمد لله رب العالمين. هو الحقيقة احنا طبعا يمكن حضرتك أشرت لحاجة مهمة جدا، بس أنا هستكملها شوية. أرجوك. احنا سفاجة النهاردة في اهتمام كبير وتركيز كبير جدا من الدولة ومن القيادة السياسية بالتحديد على سفاجة. يمكن من حوالي يعني عدة شهور كان قام بزيارة لينا سيادة الفريق وزير الماء الفريق كامل، واستطلعنا، ودي حاجة مهمة يمكن أنا عاوز أشير ليها، استطلعنا الطريق او اللي هيمشي فيه القطار السريع، وده يمكن مهم جدا ان انا انوه ليه. هيمشي فيه القطار السريع من محافظه قنا يدخل على سفاجه، ثم من سفاجه على مدينه الغردقه، ومن سفاجه الى تطوير ميناء سفاجه. وميناء سفاجه يعني النهارده واخد اهتمام كبير جدا في عمليه التطوير وعمليه التوسعه. الحقيقه وزاره النقل بالتنسيق معانا بنعمل عمليات توسعه كبيره جدا في مدينه سفاجه. اذا اللي انا عاوز اقوله ان مدينه سفاجه ان شاء الله باذن الله، ويمكن انا اشرت لهذا الموضوع في اكثر من مره، هتكون قاطره كبيره جدا لعدد كبير من الاستثمارات في جمهوريه مصر العربيه خلال المرحله اللي جايه. ده الى جانب كونها في جزء كبير منها طبعا بنعتمد فيها على السياحه. يعني طبعا سياجه سفاجه حلوه حلوه يعني. بالتالي لا يليق ولا يصح زي ما حضرتك تقول ان في بعض الحاجات تكون مناشدات ومطالبات من الاهالي منذ فتره زمنيه ولا يتم استكمالها. والكلام دوت يمكن انا بدات اشتغل فيه من حوالي سنه، وكان في مطالبات بدخول الغاز، والحمد لله ده تحقق يعني خلال الايام ديت. نسب الميه اللي كانت بتروح للأهالي أيضا ما كانتش بالنسب الكافية ليهم، خاصة في فترات الصيف بتقل شوية، وديت الحمد لله مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تغلبنا على هذا الموضوع ووضعنا له حلول هتظهر نتائجها إن شاء الله. ومفيش عجز في تبقى فترة الشتاء، لكن تظهر نتائج إيجابية إن شاء الله في بداية الصيف. الحاجة الثانية هي الوحدات الإسكان الاجتماعي. والحقيقة احنا كمان إلى جانب اللي حضرتك بتقوله دوت هنطرح أكتر، مساحات الأرض عندنا الحمد لله تستوعب هذا الموضوع. وزي ما سيادة الرئيس كان أشار قبل كده هوت إن مش هيبقى فيه مشكلة بالنسبة للمواطن في إن هو يكون له سكن أو يجد له سكن، احنا بننفذ هذا الموضوع بالفعل. ده الرئيس انا متذكر قال حته جمله لا المليون دلوقتي ما بقاش رقم، يجي بمليار كده ولا حاجه، قال هتتكعبلوا في البيوت، هتتكعبلوا في الشقق. هو حضرتك انا كل ما بخش بنفتتح مكان اول سؤال دايما بيجي في بالي او بنطرحه بقول هي دي كلفه كام، وبعدين بسال زي بقى ما اتعلمنا احنا ماشيين بنظام او ماشيين بسيستم. طب دي تكلفه كام كبنى، وبعدين تكلفه الفرش بتاعها كان ايه. يعني النهارده مقر مثلا الضرائب العقاريه كنت موجود فيه، بنعمل مقر حديث جدا اتعمل في سفاجه، شفته. فدايما اول ما اخش اسال ده وكلف كام ودي بكام ودي، يعني خلاص بقت دلوقتي سمه عامه. يمكن احنا اتعلمنا الحكايه ديت ان احنا نعرف بايه وبكام، دي مهمه جدا طبعاً. جدا جدا
واحنا بنشتغل على المشروعات دي ان احنا نعرف كل حاجة بكام وازاي هنوفرها والمدة الزمنية اللي هننفذ فيها. يعني وبرضه لو سمحت لي سيادة المحافظ، مهم قوي انه اهالينا المواطنين يبقوا عارفين الحاجة دي اتكلفت كام، علشان محدش يقعد يلعب في دماغ الناس ويقول لهم مزبوط. اي كلام فارغ وكلام فاضي مزبوط. فيعرفوا مزبوط. التكلفة مزبوط. اللي بتتحملها البلد كل يوم صحيح. عشان الناس تبقى عايشة فعلا حياة كريمة. ده مهم جدا يا فندم، لان يعني احيانا زي ما حضرتك بتقول بيبقى في نغمة كده مش سليمة، وطبعا احنا عارفين اساسا المصادر بتاعت النغمة دي جاية منين يعني. وبالتالي من المهم جدا ان احنا نوضح دايما للمواطن تكلفة كل حاجة، ونوضح ايضا تكلفة الحاجة دي كمان عشان يبقى في عند المواطن الحس للمحافظة على هذا الموضوع. يعني احنا بنقول له مثلا احنا عملنا لك النهاردة ممشى معين عشان تستمتع بيه، بيتكلف صيانة كذا وبيتكلف كذا يعني، وهو اتكلف بالفعل كذا، ودوت يبقى في نوع من انواع يعني يبقى في نوع من انواع الوعي لدى المواطن بأهمية ان هو حتى يحافظ على حاجته. صحيح صحيح. انا بشكرك جدا يا سياده اللواء، وحقيقي تهانينا على اللي بيحصل في البحر الاحمر. الف الف شكر سياده اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر.